Fox. رجعنا لكم تاني ومعانا بقى كورس مختلف جدا. هنعمل حوالي كام صورة معانا نعملهم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 صور هنعملهم مع بعضينا بطريقة مختلفة. وكل يعني الطريقة اللي انا جايبها لكم دي هنعمل ال7 صور دول بإفكت واحد. ازاي ال7 صور اشتغل عليهم بإفكت واحد؟ طبعا هي كل صورة بتبقى لها إفكت مختلف، وكل صورة بيبقى المفروض يعني ان انت بتعمل لها إفكت. هنعدل على الصور دي دلوقتي مع بعضينا بإفكت واحد فقط لا غير. يلا تابعوا معايا الشرح، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان خاطر ده حاجة مهمة جدا بتشجعني ان انا اقدر اقدم مع كورس كلاسيك فوكس. اول كورس هنزله على اليوتيوب كامل. لو في اي استفسار طبعا ما تنسوش تعملوا كومنت تحت، بحيث ان انا اقدر ايه اللي انتم محتاجينه عشان اقدر ان انا اعدل عليه في الفيديوهات الجاية. وانتظروني فيديوهات انا كل مرة اقول كده، بس يلا بقى بإذن الله الاستمرار. الصورة دي شايفها منتشرة الايام دي جدا، بخصوصا في رمضان. طبعا هي كل رمضان الحمد لله يعني مشرفاني. دلوقتي هنعملها مع بعضينا. الصورة بنستخدم فيها ايه؟ مثلا هنجيب الفرع الزينة ده تمام، ونكبره، نخليه اول حاجة كده نكبره، اخر حاجة نكبره عشان بحس ان احنا ايه يبقى الواجهة اللي عندنا الاولانية تكون كبيرة. هندوس كنترول الت عشان برضو ايه ندوس كنترول، ونحاول بقى ايه ندخل الفرع كده. ونعمل حاجة تانية، هننسخ الفرع الزينة ده تمام، ننسخه نسخة تانية. ممكن مثلا ندوس كنترول جي تمام، هتلاقيه اتنسخ معانا نسخة تانية. هندوس كنترول تي بحيث ان احنا نصغر فيها براحتنا علشان تبان ان الصورة. وناخد برضو كنترول جي تاني، ناخد منها نسخة ونصغر تاني، ونحاول بقى نقلب بقى بحيث ان ايه ان ما يبانش ان الفرع كله ماشي واحد. اهو كذلك هناخد برضو نسخة تانية ونصغر برضو على قد ما نقدر كده، وناخد تاني ونصغر برضو، بس هنقلب المرة دي عكس. تمام. دلوقتي احنا نسخنا الزينة وعملناها، بس طبعا يا جماعة باين انها تركيب. يعني ايه ده باين انها تركيب طبعا. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنيجي بقى ان احنا نعمل بقى فوكس على كل شبر. طبعا انتوا عارفين الفوكس بتاع العرسة، كل ما تكون الحاجة ابعد كل ما بتبقى عليها فوكس اكتر. فاحنا بناخدها بالتدريب كده يا جماعة. يعني مثلا دي اول حاجة نسيبها اخر حاجة، اللي هي مثلا نيجي على اول حاجة مثلا اللي فوق دي كده، نديها مثلا بلور خفيف مثلا. اديها مثلا بلور لا اديها بلور 7، دي اديها بلور 7. نيجي على دي نشوف انهي واحدة. ايوة هي دي اللي احنا محتاجينها. هنيجي عليها مثلا ونيجي على بلور ونديها مثلا بلور 16. لا ده 100، نديها بلور 16. نيجي على اللي بعدها مثلا ونيجي على بلور، طبعا احنا عملناها بوكس بلور تمام، ونخليها مثلا 20. وهو كذلك يعني مثلا دي هنخليها 25، يعني حد يزود. مثلا دي هنخليها 30، حد في شركي
ولا نخليها كام؟ لا 30 كتير يا جدعان، نخليها مثلا كده زي ما انت شايفين. طبعا يعني الطبيعة بتفرق، يعني لما تكون حاجة كده أكنها طبيعية وباينة إن هي حقيقية بتفرق أوي في عين المشاهد. تمام، دلوقتي احنا عملناها، عملنا الزينة يعتبر، فضلش بقى إن احنا ايه نجيب فانوس بقى على قد ايه على قد الجيب. هنكتب مثلا على جوجل فانوس رمضان، فانوس رمضان، يلا طبعا هيجيب لك فوانيس كتير، فوانيس كتير. نشوف بقى الفانوس اللي يعجبنا ونحط. طبعا انا كنت حاطط الفانوس اللي هو ده عشان كان طالع كده موضة. نشوف الفانوس بقى اللي يعجبنا. انا مش مجهز الفانوس، انا قلت نختاره مع بعضينا بحيث ان انا ايه افهمكم برضو ايه طريقة ان انت مثلا ايه ممكن تحط الفانوس اللي انت عايزه. يعني انا كنت حاطط الفانوس ده، هحط ده بس عايزينه ايه مقصوص بحيث ان احنا ايه ما نتعبش نفسنا. مش مشكلة، هننزله واحنا ايه نص. طبعا انا خدت كوبي وهحطه هنا على طول، فهنيجي بقى مثلا هنا كده نقصه كده بالطريقة السهلة دي على طول كده. يلا يلا يلا، احنا كده قصينا. عشان برضو ما حدش ايه يقول لنا انت نسيت مش نسيت. يلا احنا بنحب ايه الشفافية. يلا دلوقتي طبعا بقى احنا ايه جبنا الفانوس، هندوس كنترول تي ونصغر بقى الفانوس كده ونصغره مثلا نخليه كده. مثلا كده مثلا، وهنخش بقى على الفانوس كده قدام شوية. تمام، هنيجي مثلا هنا ونقلل بقى دي كده، ونيجي مثلا بقى ناخد هنا نيجي بقى ان احنا نحدد الحتة اللي احنا عايزين ايه نقصها بحيث ان هي تبان ان ايدي داخلة جوه ايه الحتة بتاعت الفانوس. نتأكد ان احنا عند الفانوس هنا وندوس ديليت كده، احنا ايه دلتنا الحتة دي. نيجي نبين كده هنشوف ان ايه هو اكنه ماسك الايه الفانوس بايده. هيبقى في تعديل بسيط ان احنا بس هنعمل بلور كده شوية بحيث ان ايه يعني يبان ان هو يعني في فوكس كده، ما يبقاش اوضح من الشخص يعني. 7، لا 3، 3 حلو، 4، هو كده متفق مع الايه، خلي 4، 4 بقى. بس عايزين طبعا ايه نظبط اللون بتاعه، اللون كده والله خليه اللون ده حلو كده. تمام، هنجيب بقى ايه اخر حاجة تاني. هي ايه طبعا اصلا الصورة بان عليها اوت فوكس يعني، بس احنا هنعمل منها مش اوت فوكس يعني. هي الصورة في البداية ايه اوت فوكس لان واحد الله يسهل له بقى اللي مصورني. هنيجي بقى على الايه
على الحاجة اللي احنا ايه مثلا ممكن نكتبها مثلا جنبه هنا كده او هنا كده، نحطها هنا كده. رمضان كريم. تمام. احنا كده خلصنا يعتبر اللي هي الحاجات اللي هي ايه الزينة ومش زينة والكلام ده كله. هنيجي بقى على الايه، انا يعني انا دي ما شلتهاش اصلا في الصورة اللي فاتت، بس احنا هنشيلها المرة دي. يعني هنيجي هنا كده تمام، ونكبر كده مع بعضينا الفرشة. تمام، نكبر كده ونروح بقى جايبين دي كده. يلا مع السلامة يا حاجة. تمام. نمسح برضو، كان في عيل واقف فينا ولا ايه دي؟ تعالي تعال. تمام. هنيجي مثلا بقى على الصورة، نخش بقى على الوش. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، هنعمل دي كده، ونخلي دي 30 30 30 وأخيرا 30 وأخيرا 30. وهندوس هنا، وهنيجي مثلا على الصورة، ونبتدي بقى ان احنا ايه نمسح كده البشرة شوية، ننعمها. انا هشتغل اصلا الكورس ده هيبقى كل يدوي، مش مسطب اي حاجة، لسه منزل ويندوز اصلا، يعني مش مسطب اي حاجة على الجهاز. يعني رول فوتوشوب وبرنامج الايه التظبيط. تمام. انا مترشح ان انا ايه هعمل مجلد كده واحط فيه الايه، اعمل جروب كده اخلي فيه الايه الزينة اللي احنا عملناها الكلام ده كله اهي. برضو مش عارف، مش عايز اسهل عليكم وانزل لكم الجروب ده برضو على النت، فمش عايز اسهل عليكم برضو، بحيث ان انتوا برضو تقدروا تعملوا الحاجة دي بنفسكم يعني. بس انا هنزله ليه انا؟ عشان مش عايز اتعب انا بعد كده. هنزل الجروب ده عندي، تعالى خليك هنا يلا. هنيجي دلوقتي يا جماعة بقى عشان نعمل، هندوس كنترول شيفت ايه عشان خاطر يعمل لي مجلد بره الايه الاعدادات اللي انا عاملها دي. هنخش طبعا على الكاميرا رو، ونشوف بقى مع بعضينا الافكت كده. طبعا في ناس اللي شافت الافكت ده تقول واو شلو هذا حلو جدا، وهو اصلا ما ينفعش مع الصورة. فاحنا عايزين افكت من مجمعات الدمار. مجمعات الدمار دي يا جماعة عبارة عن كام افكت؟ عبارة عن 29 افكت عليهم خصم هايل، عليهم خصم هايل يعني للي حابب يشتريهم. طبعا انا هوريهولكو دلوقتي المجموعة دي، يعني هي دي اللي انا بشتغل بيها عامة يعني في شغلي. اي صورة هتلاقيها ماشية معاك في يعني في افكتات اللي موجودة في الدمار ده. دمار يا جدعان، الدمار هتلاقيه غامق وفاتح وكل حاجة. ماشي، احنا مثلا هناخد الافكت ده وهنعدل عليه شوية بحيث ان هو يظبط معانا. هنيجي هنا مثلا نخش على البوينت، ونيجي نقلل بقى هنا دي كده، ونخش بقى هنا كده نظبط الشادو والدارك. تمام.
انا بتهيألي الصورة كده يعني قبل وبعد، قبل وبعد. هنفتح بس البشرة شوية. بتهيألي الصورة كده، مش عايزة حاجة، مش عايزة اوفر اكتر من كده يعني. بتهيألي كده جميل شوية. ممكن نعمل حاجة بسيطة. نعمل ايه؟ حاجة ايه بسيطة. طبعا انا واخد كوبي من الصورة الاصلية، فانا ما مثلا ممكن اجي على ديليت على هنا كده اللي بيمسح واروح، لا طبعا اجيبها هنا كده واخليها خليها 50، واجي هنا كده وامسح كده من على الوش شوية، 5 من على الدراع شوية. تمام 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 طبعا انا مش عايز ان انا ايه امسح اللون من على الجلابية بحيث ان هو يبقى مطابق مع اللون بتاع الصورة كلها. بس هنيجي بقى ان احنا بقى ايه نعمل للصورة دي، يعني نعمل لها شاربن بحيث ان احنا زي ما انتوا شايفين كده الصورة يعني اوت فوكس شوية. فاحنا هنروح مسيفين بقى الكلام ده كله، هندوس كنترول اي ونسيف الكلام ده كله، ونيجي بقى ايه ان احنا نظبط بقى الجودة بتاعتها شوية. هنخش بقى على شاربين وندوس اخر واحدة هنا ونعليها مثلا، نخليها كام الصورة دي عايزة تبقى 30، لا نخليها كده كويس اهو زي ما انتوا شايفين، ونخلي دي بس 100. بس مش عايز جودة اكتر من كده، كده كده الفيس اصلا بيعدم ام الجودة الصورة اصلا. لحد كده احب اقول لكم الصورة خلصت. نيجي نسيفها بقى، هنخش هنا كده نخش على السيف اس، ونخش على هنا ونعمل لها سيف بقى ايه في المكان مجلد بقيتها يعني. نخليها 30. ماشي يلا يا باشا. انا عامه بخليها 8 على طول، بحس ان اصلا الصوره بتنزل على الفيس بتتدمر يعني، فانا خليها 8 عادي. ده اول صوره معانا. هنخش بقى على الصور التانيه وهنختار الصوره دي. هنختار الصورة دي. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الشوت طبعا طول ما هو كويس فده بيريحك كتير جدا يعني. انت حاول على قد ما تقدر ان انت تقدر تاخد الشوت كويس يعني، مش هوب 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 لا، يعني مرة تاخد الشوت من تحت شوية، مرة تاخده من فوق، مرة تاخده من الجنب شوية. المهم ان انت تظبط زوايا الصورة، كل ما تظبط زوايا الصورة كل ما هتلاقي الصورة معاك كويسة، كل ما هتلاقي الصورة معاك ايه كويسة.
هتيجي تعدل عليها هتلاقيها بتتعدل معاك بسهولة جدا. يعني كنت طول ما الصورة مثلا عليك رمي يمين او رمي شمال او الكلام ده كل ده هيتعبك في الايديت، وهيتعب يعني مش هيخلي الصورة ليها معنى ولا اي حاجة. يعني هي الصورة دي يعني مش هقولك ان هي جامد اجمد صورة يعني، لا هي صورة كويسة، بس انا بقى بقولك ان انت تقدر ان انت تعمل حاجة تتعب فيها في التصوير عشان خاطر تلاقيها بعد كده وانت جاي تعمل ايديت. هنخش على الكاميرا على طول، هتشوف الصورة الكويسة مش هتاخد معايا وقت اصلا. يمكن ده الافكت اللي انا عملت بيه صورة رمضان. تمام، احنا ممكن نطبق الافكت ده على اكتر من صورة. يعني انا دلوقتي هوريكم احنا ازاي نقدر نطبق عليه. انا دلوقتي اهو هغير لك من مسار الافكت ده خالص. تابعوا معايا، ايه ركز معايا كويس بحيث ان انت ايه تفهم اكتر. يعني ممكن كلامي يلخبطك فانت ركز احسن. انا شايف كأن الصورة ايه مش مقفورة. هنيجي هندوس اوكي وهنخش بقى على الصورة، هنمسح شوية حبوب. طبعا الحاجات دي بتفرق معانا لما نيجي نعمل بشرة. انا بعمل بالطريقة السهلة دي بحيث ان هي ايه تسهل عليك، يعني مش عايز صعبة عليك. يعني نيجي على العين كده ونخليها 30، ندوس الت تمام. نيجي بقى ايه نعمل بشرة. هنيجي هنا كده طبعا زي ما قلت لكم 30 30 30. بالراحة يعني. هتلاقوا الافكت تحت في الديسكريبشن، وهتلاقوا بعض الصور في الديسكريبشن تحت. خش وحمل، واللي ما صلاش على النبي صلى على النبي، ورمضان كريم عليكم جميعا. انا شايف ان البشرة بتاعته كده اتظبطت اكتر. هنيجي بس هنعمل شاربي. تمام، في ناس كده ما ينفعش فيها الشاربين كتير عشان ما يبانش ان هي ايه اوفر. طب دلوقتي انا بالنسبة لي انا اعتبر خلصت الصورة بتفنيش نضيف. متفنيش ايه اللي هو حاجة
سيمبل كده يعني، مش مأفور فيها. هنيجي بقى ان احنا نعمل كده زي نظام اشعة شمس، فهنشوف ازاي نعملها مع بعضينا. هنفتح مجلد كده فاضي، وهنيجي هنا، وهنيجي ماشي زي ما احنا هنا كده، وهنيجي مثلا نختار، لا طبعا هنيجي هنا كده وهنختار دي تمام، ونفتح كده مثلا تمام. انا طبعا عشان عاملها في مجلد لوحدها، فانا هاجي امسكها هتتمسك معايا عادي. فهنيجي بقى ندوس كنترول تي، ونيجي نكبر مثلا هنا كده، ونيجي مثلا هنا، ونيجي على سكرين، ونحرك بقى معانا هنا طبعا كده، ونخففها بقى مثلا من هنا كده، نخليها على حسب برضو ايه جو الصورة. تمام، برضو ممكن برضو ناخد منها كنترول جي، ناخد منها كوبي تمام، ونلونها مثلا ايه، نخليها ايه ابيض، دوس كنترول يو. زي ما انت شايفين الصورة بقت كده. زي ما قلتلكوا ان انا قلتلكوا ان انا هعمل الصور كلها بإفكت واحد. خلصنا من الصورة دي، نخش على الصورة اللي بعدها. بس اول حاجة هنسيفها مع بعضينا برضو، هنخش هنا، خش على سيف علشان ايه ما تجليش تاني خالص طول حياتك، و نسيف يا معلم، نسيفها 8 برضه. نخش على الصورة اللي بعدها، هي برضه في نفس المكان عشان يبقى احنا خلصنا من ايه، من الشغل ده كله. هنخش على الكاميرا الرو على طول، مفيش كلام. هنيجي هنا كده، ونخش ونطبع اخر افكت احنا ايه اشتغلنا بيه. طبعا الصورة هنا برضو الافكت فرق فيها قوي، يعني شايف ان الافكت فرق قوي في الصورة دي. هنعدل عليه حاجات بسيطة بحيث ان هو مخلي الشخص مسود شوية كده. ماشي ماشي، انا شايف ان هو كده كويس كده تمام. هنخش هنا كده اوكي، يلا هيحمل معانا طبعا، ونظبط شوية في شعره. خش هنا، وهنيجي هنا اول حاجة، بس نخش جوه الشخص كده بحيث ان احنا ايه نبقوا شايفين احنا بنعمل ايه. نكبر كده بقى ونصور الدنيا دي، نظبطها الصورة اللي فاتت انا مرضيتش العب في الشعر عشان يعني كان مظبوط يعني، حتى يعني يعني حوار الشعر ده الناس فاهماه يعني، بس انا مش بادئ حاليا في الشعر يعني. هنظبط مناخيره شويه كده، نلمها، نيجي على القوره كده نحاول نظبطها شويه، وندوس اوكي. هنيجي بقى مثلا هنا كده، ما في اي حبوب بتاع، نحاول نشيلها ان شاء الله لما نيجي ننعم البشرة نلاقيها كويسة معانا. نص ساعة، حلاوة لو
نيجي بقى نعمل البشرة. انا بحب انعم وانا بعد ما بحط الافكت. ليه؟ لان في افكت بيبقى غامق، ببقى عاوز ان انا اشيل الغماء شوية ده من على الوش. فلو جيت ان انا مثلا عملت ريتاتش وجيت ان انا عايز اشيل بقى الافكت مثلا من على البشرة، هيديني ان انا اعمل سيلكتت على حاجات تانية عشان خاطر ان انا ايه اعمل براحتي. فانا بختصر يعني عامة تانية. بس اهم الصورة هي التانية خلصت، هنعمل بس الاضاءة بتاعتنا. ما ننساش نفتح فايل ونخش كده، نكبر بقى على قد المساحة اللي احنا عايزينها، ونيجي على سكرين. طبعا وجود الشمس في مكانها يعني شيء لابد منه يعني. بس كده نجمع بقى بقية الصور كلها ببعضها. يلا وهنيجي هنا ونطلع الشاربين. خش يا معلم كده الصورة انتهت. ما عليك ان انت هتحط اللوجو ويتسيف الصورة. نسيف الصورة مع بعض. فوكس تمام، احنا كده خلصنا مع بعضينا 3 صور. تمام، هنبدأ بقى نخش على الرابعة. زي ما انا قلت لكم احنا لحد الآن شغالين بإفكت واحد عشان خاطر نفهم ان احنا نقدر نشغل الإفكت على اكتر من صور. تمام، هنبدأ ناخد الصورة دي تمام الصورة تمام. هنخش على الكاميرا رو على طول على طول، مفيش تضييع وقت. وهنجيب اخر افكت استعملناه اللي هو الافكت بتاعنا ده. تمام، هنيجي بقى نظبط بقى دنيته شوية كده. غمق يا صاحبي، غمق 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 غمق. تمام، ولحد الان كده يعني الصورة والإفكت تمام، مش اوفر يعني. هنشوف ايه دايما كده، لو في ملاحظات يا ريت يعني تقولنا في الكومنتات بحيث ان الواحد ياخد باله منها عشان خاطر ما نتكررش تاني ونعمل حاجة محترمة وكويسة وتعجب كل الناس. الفيديو الاخير اللي نزلته بصراحه ما عجبنيش التفاعل، يا ريت لو في اي سلبيات في الكومنتات تقولوا لي يعني. طبعا دي يا جدعان يعني الاورنج ده يعني بحاول ان احنا نبقوا دقيقين فيه يعني. ده قبل وده بعد. نكبر الشاشة كده ونقول لكم ده قبل ده بعد ده قبل
بقى زي ما انتوا شايفين التفاصيل بتاعت الخلفية كلها ظاهرة مع الإفكت. تمام، هنيجي بس هنا نجرب شوية حاجات كده مع بعضينا. انا ولا مجهز، انا يا دوبك اللي مجهزه بس الصور اللي انا قلت ايه هشتغل عليها، وحتى جبت صور مختلفة عن بعضها بحيث ان انا اقدر ايه افهمكم وجهة النظر بتاعتي. الافكتات بالذات يعني حاول انت ما تتسرعش وانت شغال فيها، لان هي بتبقى محتاج سنة برود كده، يعني لازم تبقى بارد معاها كده عشان تطلع حاجة كويسة. حاول برضو على قد ما تقدر ان انت ما تخلي اللبس بلونه، يعني ما يبقاش مثلا لابس تيشيرت لونه احمر تخليه بنفسجي، يعني حاول ان انت على قد ما تقدر يعني تظبط تناسق الالوان، وده اهم شيء طبعا. تنسيق تنسيق شايفه يعني كده ايه قربنا شوية. تالي كده اللون افر، فخلينا في اللي احنا كنا فيه كده مثلا، ونخلي دي برضه 7. الرقم بيفرق، الرقم بيفرق جدا، يعني ما تحاولش ان انت يعني ايه تكتر عن ارقام، لان الرقم بيفرق معاك قوي. يعني نيجي هنا بقى، على فكرة الاداء اللي هنا دي بتظبط جودة الصورة كتير، يعني تمام. انا هسيب الافكت على كده، عشان هحتاجه برضو. طبعا بقى في شوية حاجات كده هنعملها في الأرضية بحيث ان احنا ايه نظبط الصورة اكتر. هنيجي هنا كده نكبر الشاشة البروش بتاعنا، كل اللي انت شايفينه ده بيفرق. يعني لو عملت حاجة بسيطة في الصورة هتفرق معايا. ممكن اغير البنطلون ده اصلا خالص، ما يخلوش الشكل ده. مثلا نيجي نلعب كده بقى شوية، نشيل الكلام ده كده، نشيل الكلام ده خالص. شيل يا معلم شيل،
بشرح لكم بالشرح المميت عشان في ناس بتقول لي في حاجات بتقع مننا. يعني مش هقول لحد يعمل شير عشان ما بشوفش حد اصلا بيعمل شير غيري، انا اللي بتعب وانا اللي بعمل كل حاجة. زي ما انتوا شايفين غيرت البنطلون بتاعه خالص، خليته شكل تاني ومظبوط اكتر. تمام، هو بس الرباط ده ممكن حد يعترض عليه، فاحنا هنشيله ونريح دماغنا عشان ايه محدش يقولنا الرباط. تمام، شيلنا يا معلم، شيلنا ايه الرباط. ايه تاني؟ هنخش بقى على الشعر. ونقرب كده بقى بحيث ان احنا ايه نقدر نعدل على الحاجة كده براحتنا. متعرف على وش زي ما انتوا شايفين كده، عندنا الشعر كده وبقى كده. تمام، هنيجي بقى ايه ان احنا ايه نلعب البشرة شوية بحيث ان هي ايه تبقى كويسة معانا. لو قلتلكم نيجي على اخر واحدة ونعمل كده هتلاقوا برضو الافكت، هحطهولكوا في الديسكريبشن تحت. بس مش هتلاقوا بعض الصور موجودة عشان بعض الصور ما ينفعش ان انا ايه ارفعها. تمام، وهنيجي هنا بقى. لا، قبل ما نعلي الشربين نعمل الإضاءة بتاعتنا اللي احنا بنجيبها من هنا كده اللي في النص، وبعدين بقى نعمل كده، وبعدين بقى نيجي هنا، وبعدين ناخدها نحطها في المكان اللي احنا ايه عايزينه. مثلا هنا نخليها 60 مثلا، وهنا دي نخليها ايه وبيض كده، وندمج كله في بعضه. ونروح بقى ايه يعني هنا كده نظبط الجودة بتاعة الصورة. وبكده يبقى انتهينا من الصورة كصورة فاشن كفاشن. اللعب بقى والحوشتكنة دي ده بيبقى شيء اضافي بقى ايه من الصورة، او حسب بقى الالبوم اللي انت هتعمله هيبقى عبارة عن ايه. لكن بالنسبة لنا كده انا خلصت الصورة دي. نسيف الصورة بقى ونخش على الصورة اللي بعدها. طبعا
الصور اللي جاية دي صور رومانتيكية رومانتيكية. هنخش على اخر افكت عملناه اللي هو ده، هنعدل بقى منه نهائي ونحاول ان احنا نظبط الافكت، نخلوه كده برضو فاتح، ما يبقاش غامق وما يبقاش ماشي مع الصورة. اهم حاجة الحاجة تكون ماشية مع الصورة. تمام. طبعا بقى الصور التانية يعتبر كلها من نفس ال في نفس المكان، ف اكيد يعني مش هتاخد وقت معانا وهيبقى نفس الافكت معانا. بس احنا بقى هنا دي كده هنحاول ان احنا نغير في الافكت خالص، او ان احنا برضو ايه نعدل على الافكت شوية كمان، معلش نعدل عليه اكتر يعني بإذن الله هنطلع حاجة كويسة، او نجرب اخر افكت كده استعملناه. ده كان اصفر جامد. شغل هندي بقى الشغل ده. شغل تليفون ده.
حاسس ان دي كانت هتبقى حلوة، بس عايزة تبيض بس شوية. حاسس ان هي كده احسن افضل يعني. تهيألي كده أفضل يعني. دوس أوكي. مع إني أنا جربته هناك ما ادانيش روح الصورة يعني. الصورة دي هتعرفك ايه يعني الإفكت هيبقى أحسن في أنهي صورة بالظبط يعني. الإفكت ده مخلي الصورة كده رايقة، بس هي الصورة دي مثلا زي ما تقول كده عايزة تتفتح سنة بسيطة. فتح كده زي ما انتم شايفين، لما اتفتحت اتغير. ماشي. طبعا الصورة بتبان اكتر اصلا لما تظبط الريتاتش بتاعك والدنيا دي كلها، بتلاقي الحاجة اختلفت خالص. تمام. هنيجي بقى هنا هنحاول نظبط الوش. نشيل كل الحبوب. هنيجي بقى التنعيم. انا قلت في اول الفيديو هيبقى شغلي كله يدوي، مش هستعمل اي افكت، وهنطلع شغل كويس. طبعا هو ريتاتش بانل، بيوتي ريتاتش بانل برضو بيوفر عليها كتير، بس عادي يعني. في ناس اصلا مش عارفة تسطبه، وفي ناس شغالة يدوي عادي. بس هو الحوار كله في ان تبقى ايدك خفيفة وفاهم انت بتعمل ايه. لكن لو انت طولت ايدك وانت شغال بالذات في الحر تاتش ده، تلاقي الوش اللي قدامك ده اتغير، ما بقتش هي اللي في الصورة، بقت واحد صاحبك
ليه؟ لان انت حاليا بتلعب في مسامها، في المسام ازاي بقى اللي هو ايه، ان انا بحاول ان انا الحاجات الغامقه اللي هي بتبقى فيها بحاول ان اسيحها في الابيض، يعني اي وش واحد بيبقى فيه حتت كده بتبقى من الاضاءه سودا كده، فبنحاول ان احنا بقى ايه نخلي الوش كده كل واحد. طبعا شغل البنات وكده ده بصراحة بيبقى متعب، تفاصيل كتير كتير، تفاصيل كتير وحوارات كتير. تقعد تنظف في البنت ساعتين والولد ما دقيقتين. لا اله الا الله. فما يعني في صور بتبقى جميلة قوي، بس الصورة اللي بتبقى جميلة قوي دي سبحان الله كده بتبقى اصعب صورة ممكن تعمل لها ايديت. ليه؟ لان الغلطة فيها بتخرب الدنيا. الصورة دي هتلاقوها على انستجرام ان شاء الله. هنيجي بقى نعمل ايه، نعمل الإضاءة ايه، الصور زي كده بتبقى بتحب الإضاءة، الصور زي كده مش عارف. انا هحاول عايز اعمل لها كروب، الصورة دي لو بقت كده يعني هتبقى حلوة. الصورة دي لو بقت كده هتبقى حلوة ولا ايه؟ شوف كده، حاسس ان هي كده افضل يعني، والشوت كده مش محروق او مقصوص كده، غلاف كده جميل الصورة دي. تمام، انتهينا كده. نيجي بقى على الشربين ونعمل الشربين بتاعنا. تمام كده خلصنا، هو دوك بس هنحط اللوجو وكده خلصت. نيجي نسيف، طبعا الصور لما بتيجي ترفعها على النت تبقى لها تسيفة معينة يعني. فاحنا بنيجي هنا وبنيجي سيف فور ويب، وبنيجي بقى هنا خلاها PNG 24 ونطلع الصورة.
تمام، بيبقى فيه هنا ده حجم الايه الصورة اللي هو بيبقى الطول والعرض بتاعها، بيبقى فيه هنا حاجة أكبر من حاجة، يعني الطول بيبقى أكبر من العرض أو كده. فاحنا بنيجي على الحاجة اللي هي اللي رقمها أعلى، وبنيجي مثلا نحط عليها مثلا ايه، هي دلوقتي 300، فنحط عليها مثلا 2000، فتحت بيظبط لي الدنيا دي عامة. أو ممكن نعمل حاجة بقى تانية، ممكن نخلي مثلا هنا 50 مثلا، 50% مثلا، بس كده. وبعدين بقى بنيجي وبنسيف الصورة، ما تتسيف لنا PNG، تيجي نرفعها على النت تلاقي الجودة بتاعتها محترمة وكويسة وكل بيشوفها حاجة كويسة. يعني احنا كنا بنسيف فين؟ كنا بنسيف فين؟ ماشي يلا. بس يا سيدي، ودي كده خلصنا الدرس ده. فاضل بقى الصورة التانية، هنخش عليها. طبعا الصورة بعد ما خلصت هنا بقت حاجة تانية خالص، بقت حاجة تانية خالص. هنيجي برضو هنا كده، وعايز اقول لكم ان انا ايه دي برضو هحاول ان اقدر اظبط فيها افكت برضو من جديد. فهندوس كنترول زد ونرجع برضو من الاول، ونخش بقى هنا ونحاول ان احنا نظبط الصورة من جديد عشان شكلها مو عاجبني فشخ. فهنخش برضو على اخر افكت احنا اشتغلنا بينه، ونحاول بقى نعدل عليها نخليها احلى من كده بكتير. ماشي، انا شايف ان هو كده يعني تمام. تمام، ننظف. حاول انت شغال تنضف الشاشة كويس، عشان في ساعات بتبقى شاشة مش نظيفة، فتيجي مثلا تعمل الوش تلاقي اصلا في زبالة في الشاشة، في وسخ، فتحسبها في الوش، فتيجي تفضل تمسح تمسح مش عايزة تتمسح، فانت تحسب بقى ان هي ايه في البشرة، فانت خلي بالك من حاجة زي كده، تمسح الشاشة قبل ما تشتغل.
اعمل الفول وانزل انت عصر. تمام كده، هنيجي على الشاشة على الشعر. نعم تمام ماشي. في حاجة هنا عايزة تتعدل؟ مفيش. بس كده هنيجي هنا بس نشوف كده الصورة دي مظبوطة ولا ايه، عايزة تتظبط اكتر. ماشي نخليها كده ونيجي على الشوربين، نعلي فيه شوية. وبكده الصورة دي كمان خلصت. شوف معانا ايه تاني، معانا اخر صورة. سيف سمعونا على الويب، نيجي هنا ونيجي على الويب فور سيف فور ويب، وقلنا هنا هنخلي هنا اللي هن ايه نعدل عليه، نخلي هنا 2000 او زي ما قلت لكم هتعمل هنا 50%. بس دي تخلي الصورة جودتها كويسة على النت وعلى انستجرام وعلى كل حاجة. فين تمام، هنيجي بقى نخش على الصورة اللي بعدها. احنا قلنا دي كده خلاص صيفناها مع بعضينا. فين اخر صورة؟
برضو عايز اقولها لكو، ان انت برضو راح تصور حد كابلز او راح تصور شخص عامة يعني، فانت بتروح المكان بتبقى عايز توقفه، او بيبقى معاك وقفات معينة عايز توقفها له، فاللي قدامك مش بيساعدك ان انت ايه تقدر ايه تعمل عليه الشكل اللي انت عايزه ده. يعني عامة بتيجي بان انت على حسب برضو المكان اللي انت رايح تصور فيه. يعني انا مثلا مش راح مثلا اصور على بحر واجيب مثلا صور مثلا بيوت والكلام ده، واحد واقف على بيت والكلام ده، لا انا بحاول ان انا اجيب حاجة مثلا صور مثلا في نفس يعني تكون قريبة من المكان اللي انا راح اصور فيه. انا مثلا راح اصور في بحر، بجيب صور في بحر بحيث ان انا اقدر ايه اعملها واحدة واحدة كده لحد ما الموديل اللي قدامك يفهمك وما يبقاش متوتر، لان هو بيبقى متوتر، فانت ما عليك ان انت تخليه مش متوتر من حاجة زي كده، بحيث ان هو يقدر يديك وتاخد منه بس. فانت تحاول على قد ما تقدر كده الحتة دي ما تبقاش عايزة استعجال، ومش عايزة برضو تكتكة تك 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 على الفاضي. يعني انا مثلا باجي بصور، يعني هو مثلا انا عندي الصورة بصورة، يعني ما فيش حاجة اسمها انا اصور 5 عشان اخد منهم صورة مثلا، لا ما عنديش انا الكلام ده. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا معليش الشطر بتاع الكاميرا، عشان خاطر كده كده الواحد يعني بيبقى معاه الكاميرا بيبقى عايز يحدث منها فيجي يبيعها، فانت بتبيعها على اساس ان هي ايه شطر، فالشطر ده بيعد معاك، كل ما تعد مع الشطر صور اكتر كل ما تبقى سعر الكاميرا قليلة، وعلى حسب برضو ايه الكاميرا ودنيتها يعني متبهدلة ولا مش متبهدلة او حاجة زي كده. فانا زي ما بقولك كده حاول على قد ما تقدر ان انت ما يبقى معاك حد، يعني انت في البداية كده لازم برضو ايه تكون معاقلم نفسك ان انت يبقى معاك كام صورة كده، ان انت ايه مثلا تفكيرك وقف في ان انت توقفه، فبتروح مطلع الصور دي تشغل نفسك لحد ما تفكيرك ايه يتظبط والدنيا تحلو معاك، تروح ايه مصور تاني وتالت وعامل له بقى ايه الشغل اللي إيه اللي انت عايز تعمله في خيالك يعني. بس اهم حاجة عشان خاطر الزبون او الموديل لما بيبقى شايفك ما بت... مش فاهم، فزي ما بتقول كده ما بي... مش هيديك اللي عنده يعني، فانت لازم تحسسه كده ان انت واحد مفيش منك اتنين. قشطة. نخش بقى على الكاميرا روم وهنجيب اخر افكت. على الافكت هنا ماشي تمام هنا اوي يعني، حلو اوي، بس هي خامقة سنة كده بسيطة. تمام. هتلاقوا الصور دي نزلت على الانستجرام ان شاء الله، متنسوش بقى فولوهات ولايكات، متأخرش عليكم في حاجة والله. نظبط الشعراية، نحاول نخليها ايه مظبوطة وماشية مع بعضها. في ناس ما بتحبش الشعر يكون كبير كده، او انت برضو ايه تخليك برضو ايه على حسب اللي قدامك يعني، في واحد ممكن تيجي تظبط له شعره كده ما يعجبوش الصورة عشان خاطر شعره. في واحد مسكني خلاني اعيد له في شعره ده بتاع يجي ساعتين، بالذات لما يكون واحد حلاق يعني بيجننك. لا الشعر اليمين قال يعني هو لما بيجي بيحلق يعني عنده ضمير يعني. تمام. نيجي بقى ايه نظبط البشرة كده شوية ناعمة. لو هتلاحظوا ان انا ما باخدش وقت في التنعيم البشرة يعني،
حاليا التون لما بيبقى برضو مساعد معاك بيداري حاجات كتير قوي يعني، فدي حاجة برضو ايه تاخد بالك منها. تمام، هنيجي بقى هنا كده ونعمل إضاءة سريعة. أقول لكم برضو على حاجة دلوقتي تقدر تسيب منها الأداء بتاع الإضاءة ده، بحيث إن أنت مش كل صورة بقى تفضل تطلع وتعمل. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنيجي هنا على ويندو، تمام، وندوس على أكشن، ونيجي هنا كده ننزل كده تحت شوية، ونيجي ندوس هنا، ونيجي على نيو أكشن، وهنختار بقى يعني مثلا اف واحد او اف اتنين او اف تلاتة او الكلام ده كله، ان انت عايز تعمل فيه الاختصار بتاع الايه بتاع الاضاءة ده. انا يعني مثلا هعمله مثلا اف، هعمله اف اتنين، اف اتنين، اف اتنين، تمام، اف اتنين، ونلونه كده ايه اورنج، ونقول مثلا ايه، تمام، وندوس اوكي، ندوس اوكي، تمام. انت دلوقتي ايه المفروض ان انت كده دلوقتي يعني بتسجل، تمام. فانت دلوقتي بتسجل اللي انت عايز ايه تختصره، فاحنا هندوس هنا ونيجي هنا كده وندوس كده مثلا، تمام، وهنعمل ايه، هنحرك دي سنة بسيطة، وبعدين نيجي هنا ونخليها كده، ونروح ايه سايبين بس كده. احنا كده ايه معانا دي، حتى لو هندوس ديليت اهو، وهنيجي مثلا ندوس اف اتنين، هنلاقي كل حاجة اتعملت وبقت معانا سليم اهو. حس ان انت برضو ايه ما تاخدش وقت في الصورة، حاول برضو في حاجات بتعملها في الصورة، في كل يعني في كل صورة بتعملها حاول ان انت تاخد لها اختصار. عادي دلوقتي برضو هعمل، اخش على تاتش دلوقتي، هخش على الشاربن وهعملها. نيجي برضو هنا كده ونخش هنا، ونخش على نيو، ونيجي على رقم تلاتة، ونعمل نسميه أي حاجة. يلا من شرب، يلا أي كلام فعلا، وندوس اوكي، ونيجي مثلا هنا كده، ونيجي على شربين، ونخليها كده. يلا ان شاء الله بعدها بس كده، كده احنا سيفنا ايه الكلام ده كله. طول الصورة نيجي نعملها نروح على طول مسيفين على طول. بس يا سيدي، ونيجي بقى ان احنا ايه نسيفها، نخش هنا كده، هو السيف ده بيبقى عايز جهاز ب 300,000 جنيه عشان خاطر يبقى سريع معاك، بس هو كده يعني. ماشي،
يلا يا معلم سيف. وبكده يبقى انتهينا من الكورس، وطبعا زي ما قلت لكم لو في اي استفسارات عن اي حاجه او في اي حاجه وقعت معايا فياريت تعملولنا كومنت تحت، وانتظروا ان شاء الله بالاكيد بالاكيد هيبقى كل في الاسبوع هيبقى في فيديوهين، ويبقى الفيديوهين ده من اختياركم انتم، وهستنى طبعا الكومنتات وانتظروني طبعا كل شوية على على الستوري على الانستجرام، بحيث ان احنا نبقى مع بعضينا ونرفع الاسئلة وناخد رأيكم على الانستجرام ونيجي ننفذها هنا، او تكتبوا لي كومنتات هنا على على اليوتيوب عشان نقدر نساعدكم. وطبعا مش هنسى، مش هوصيكوا بقى وتقولوا لنا ايه اكتر صورة عجبتكم من اللي احنا عملناه ده كله. هنعرض مع بعضينا كده الصور، ادي الصورة دي كده بقى قبل وكده بعد، كده قبل كده بعد، تمام. نخش على بعض دي كده بعد ما خلصت وكده قبل ما تخلص، زي ما انتوا شايفين الجودة بتاعت الايديت والدنيا دي لما بتخلص بتعمل اداء للصورة حلو جدا. ونيجي هنا كده برضو نشوف دي طبعا قبل ودي بعد. طبعا رأيكم في اني اخليها كده بورتريه، ودي طبعا قبل كده بعد قبل. ها طبعا لما شلنا الزبالة اللي تحت دي وغيرنا من البنطلون خالص طبعا الصورة فرقت معانا جدا. فأي حاجة انت بتعملها في الصورة بتفرق معاها كتير. هنيجي برضو هنا كده نشوف برضو الصورة دي بعد ما خلصناها، ودي قبل ما عملنا فيها اي حاجة، قبل بعد قبل، دي قبل اي حاجة ما نعمل فيها اي حاجة اهو، وده بعد ما خلصناها. طبعا ادت منظر للشجر والكلام ده حاجة تحفة. ودي طبعا الصورة اللي جننت امي، عملنا الزينة مع بعضينا برضو. قولنا برضو لو في اي غلطات، مستني رأيكم في الكومنتات. ودي بقى قبل ما نعمل اي حاجة، ودي بعد قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد. بس يا سيدي اشكركم لوقتكم الطويل ده، وياريت يا رب يكون فادت، يعني ما فيش حاجة فاتتني اللي انا اقدر اساعد بيها اساعدكم بيها يعني. والواحد اصلا مش عايز اقول لكم انا ماليش في الشروحات يعني قوي، يعني ان انا اطلع على اليوتيوب والكلام ده، بس اشتا واحده واحده هنظبط الدنيا مع بعضينا. كان معكم كلاسيك فوكس، انتظرونا. فوكس.